وترزق قرود العوالم بدراز التكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كل واسع، تجلي وانقضى بانتشار فضله في القريب والساسع. قال الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل ذكره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر يتصل به قلب منيب إلا من سواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لو قلب سرور قد توالى، يا لو قلب سرور قد توالى بحبيبي ما سرور قد توالى.
وسبحان الذي أبرز من قدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم رب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصديق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة مهدي بشرا كثيرا فكان في ذو المهد الجليل المستبشرين سراجا وقمارا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق المبودية وبرز فيها به العتي الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بين آيات الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراه النسيم اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير المرايا يا لي جئت بالحق
Yeah.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قنا هذا المستور ليزرع نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفد الحق حكما على من أتم الله عليه نعمة الخواش العمة أن يعذر عند وتغي أمة تأنس لجنابها المسعود ومشركة لا في هذا السماط الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من نهور العين من قسم الله له من شرف القسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله هذا وذر وجه هذا المولود فانفلق شبع الكمال من النور عن عمود وبرد حامد المحمود مدغنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى Oh,
ولكن الصفا صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابتي بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأول بلا مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معلوفا له الخلق السهل واللبد المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتحي منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فعسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايتك ودعوتك الشاملة الباب الأكبر المحبوب الأكبر المخصص لأشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القلب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي خصوص وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم على وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا في
وسكرتنا بعين عنايتك وأنت فضلنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى تلحف الغيث أملنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا في عطر ذات العبيب من الحاضرين وفي طريق التبع وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك ولحقه معدن ولعهدك من حافظ اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة ولا تهربنا وذلولا جاملا هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا ولا تخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله ظهره وعم ببركته وشرف وجهته الأولاد ولدنا وعلى قدر والده وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع جهاد واهل الرؤية الدين القائم بجميع أفضال المنشورة ومعالم الإسلام بإيمان بأهل المعمورة معنا وأسرى واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكشف اللهم واكشف وكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وإذن بتأييد من عندك ونصر على المعال المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحسن الماكين من الذنوب والخطايا وأدمني في العمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمنا مؤمنا واختمنا لك بخيرنا أجمعين وصلي وسلم على الحاذ الحبيب المحبوب للأجل السامي والرحيم القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربي بن مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بن مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بن مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة